تحياتي لكل اللي بيتابعوا وبيشاهدوا برنامج السادسة في بداية رحلة جديدة، حلم جديد. النهاردة مش بكلم بس الأهلاوية، بكلم كل المصريين اللي ليهم في الكورة واللي مالهمش. من النهاردة بنبدأ نعيش مع حضراتكم رحلة التامنة، حلم كل المصريين في بطولة أمم إفريقيا اللي هتبدأ أو اللي بيفصلنا عن بدايتها حوالي أسبوع في كوت ديفوار أو في أبيجان تحديدا. الحقيقة يمكن مصريين وإن غاب عنهم التتويج يظل دايما منتخب مصر في الصدارة. وأفتكر في كل لحظة وفي كل مناسبة حقق فيها منتخب مصر بطولة أمم أفريقيا قد إيه كانت الفرحة طاغية، وقد إيه القصة كانت أكبر بكتير من مجرد ممارسة رياضة كرة قدم أو مجرد حتى تحقيق بطولة. وتظل كل بطولة، لو دخلت كده، لو انت بالجيل الجديد يعني دخلت على اي محرك بحث او دخلت على ويكيبيديا، اي حاجه ممكن تكون بتثق فيها كمصدر معلومات يعني، وكتبت كره القدم في افريقيا، هتجد مصر دايما هي اللي بتتصدر وبتتسيد المشهد، سواء كنت بتكلم على مستوى المنتخبات او على مستوى الانديه. احنا اصحاب اكبر عدد من الالقاب والبطولات في رياضه كره القدم على مستوى قاره افريقيا، وبالتالي حتى في اللحظات اللي بنكون فيها مش في أفضل أحوالنا دايما مرشحين، حتى لو كنا مش بنقدم أفضل مستويات دايما الآخر أو المنافس دايما بيعمل لك حساب. ومن وجهة نظري، قبل ما استرجع معاكم التاريخ يعني، وجهة نظري بشوف أنه رغم أن الظروف كانت معاكسة، ورغم أنه الحظ عندنا في مناسبتين كنا قريبين فيهم جدا من التتويج، مرة قدام الكاميرون ومرة قدام السنغال، لكن من ساعة بطولة 2010 آخر لقب حققته مصر في بطولة أمم أفريقيا لغاية النهاردة، لغاية اللحظة دي قبل انطلاق البطولة بأسبوع، ما شفتش أجواء مهيئة أو مناسبة، ما شفتش مستوى طموح ورغبة زي السنة دي. إحساسي بأن اللقب بإذن الله قريب جدا من مصر، وأنه فرقتنا إن شاء الله اللي بتستعد أنها تدخل في أجواء البطولة مؤهلة جدا للمنافسة، وإن شاء الله بإذن الله يكون من حظنا الفوز والتتويج بالبطولة رقم 8 في بطولات أمم أفريقيا لمصر إن شاء الله في كوت ديفوار. وليه لأ؟ ما احنا عملناها كتير قبل كده. بالمناسبة يعني ما عشتش طبعا 57 و59، لكن عرفتهم وقريت عنهم وتحكالي عنهم كمان كتير، لكن من أول 86 البطولة اللي أقيمت هنا على أرضنا في مصر واللي كانت بدايتها حتى صعبة للمنتخب، من أول بطولة 86 لغاية بطولة 2010 كل بطولة ليها طعم وليها مذاق خاص جدا بالنسبة لي. 86 كانت بعد فترة غياب كبيرة جدا لمصر عن التتويج، لك أن تتخيل من 59 ل 86 1986 مصر لم تتوج بالبطولة، عشان كده الفرحة كانت كبيرة جدا، وخصوصا البطولة دي كانت بتتلعب هنا في مصر، القاهرة واسكندرية. وكان فيها لحظات الحقيقة كتير ما زالت في ذاكرتنا على الأقل، أو ذاكرة الجيل اللي حضر البطولة دي عايشة لغاية النهاردة. نهائي مصر والكاميرون، تألق كبير جدا لثابت البطل. ميلاد نجوم كتير في البطولة دي، هدف طاهر أبو زيد في بادو الزاكي في سيمي فاينل في المغرب، فبطولة مش ممكن أبدا تنساها أو تقع من الذاكرة. عودة الفرحة والتتويج مرة تانية لمصر، ومن بعدها يعني بدأت مرحلة السيطرة والهيمنة لمصر على مستوى الأندية والمنتخبات على أفريقيا. غبنا شوية أو تأخرنا شوية لغاية لما وصلنا ل 98، ودي بالنسبة لي كانت البطولة المفاجأة اللي ما كانش حد متوقع في مصر ان منتخب مصر رايح يحقق اللقب. اجواء سلبيه، حتى كابتن جوهري الجنرال جوهري الله يرحمه نفسه كان بيقول احنا مش رايحين ننافس، احنا رايحين ندور على المركز ال 13 او ال 14. كان ميكس غريب في الوقت ده بين جيل فاز ب الدوره الاولمبيه بتاعت افريقيا، جيل عبد الستار مع حازم امام مع سامي قمصان وغيره وعلي ماهر وغيرهم من النجوم، مع الجيل اللي اكبر شويه اللي عنده خبرات كبيره زي حسام حسن. والبطوله دي بالمناسبه حسام حسن، كابتن حسام حسن طبعا واحد من افضل الهدافين اللي جم في تاريخ مصر، كان واجه انتقادات كبيره جدا قبل مع اختيار كابتن جوهري ليه عشان يلعب في البطوله دي، ورغم كده تالق حسام في واحده من اهم الالقاب اعتقد بالنسبه له على المستوى الشخصي اللي حققها على مدار تاريخه ومشواره، وكان هداف للبطوله دي اعتقد مع مكارثي في جنوب افريقيا برصيد 7 اهداف. وقابلنا عتاولة القارة، يعني البطولة دي كل مشوار منتخب مصر في البطولة كان مع فرق كبيرة جدا، واستطاع المنتخب في النهاية انه يتغلب على جنوب افريقيا، كان وحش وكان حامل لقب البطولة اللي قبلها، فبالتالي كانت البطولة المفاجأة، البطولة التي لم يتوقعها المصريين. نيجي لبطولة 2006، انا معلش دخلت في التاريخ بس هي الذكريات بقى بتستدعي بعضها. نيجي لبطولة 2006، والبطولة دي كانت بتلعب هنا على ارض مصر،
والبطوله دي بالنسبه لي ما كانتش كوره، حضرت كتير من الماتشات وحضرت الفاينل في استاد القاهره، مصر كوت ديفوار، بعتاول الكوت ديفوار بقى قول زي ما انت عايز، اهمهم طبعا ديدي دروجبا ويايا توري وغيرهم من النجوم، كانوا مكسرين الدنيا في اوروبا في الوقت ده. لكن البطوله دي بالذات ما كانتش كوره بس، كانت كوره وكانت جمهور. الجمهور المصري في البطوله دي رغم ان احنا مثلا استضافنا 86، لكن التابلو اللي قدمه الشعب المصري في البطوله دي اللي ظهر واتنقل لكل شاشات العالم، شكل المدرجات اللي انا بحلم لغايه النهارده انه يرجع مره ثانيه، انه الكوره تبقى للعيله والاسره المصريه، انه السيدات والانسات، انه الاطفال والكبار، وانه الشباب يحضروا ويقدموا تابلو، تبقى رحله، تبقى حاله فرحه، تبقى حاله بهجه. بتهيألي دي كانت واحده من اهم معالم 2006، بالاضافه لانه الجيل ده كان يستحق انه يحقق البطوله. طيب ابطال 2006 راحوا يلعبوا فين بعد كده؟ راحوا يلعبوا في غانا. راحوا يلعبوا في غانا. وطبعا لسه محققين البطوله، واحنا متعودين ان بناخد بطوله بنقعد عليها 10 سنين تقريبا. يعني تقريبا 86 قعدنا 12 سنه لغايه لما وصلنا لبطوله 98، طبعا دي لقطات من بطوله 86. كابتن شوقي غريب، كابتن خطيب، كابتن مجدي عبد الغني، كابتن ثابت البطل، نجوم كبار جدا جدا يعني، كابتن اشرف قاسم كان لسه في بداياته، كل التحيه والتقدير ليه رغم حمله الهجوم الغير مبرره الحقيقه عليه اللي مش قادر افهمها الحقيقه. وانا هتكلم شويه على السوشيال ميديا قبل بطوله ما تبدا، اتمنى ان الاسبوع ده نعدل كتير من الاوضاع المغلوطه. بطوله 2008 كنا رايحين احنا لسه كسبانين بطوله، بس كانت على ملعبنا وجمهورنا والقصه والحكايه والروايه، فكان برضو الناس مش متعوده مصر تاخد بطولتين ورا بعض، والمره دي فين؟ في غانا، برضو قوه عظمى. ثم كان النهائي الحلم، طبعا تالق لجيل 2006، كتيبه بركات وتريكه واحمد حسن وشوقي وحسني ووائل جمعه وعصام الحضري وزيدان وعمرو زكي. وكانت المفاجاه انه مصر في غانا في عقر دارها بتاخد البطوله على حساب مين؟ على حساب الكاميرون، واحده برضو من المنتخبات المحترمه جدا والمرشحه دايما لتحقيق اللقب. خدنا بطولتين ورا بعض وفرحنا جدا جدا جدا. رحنا 2010 في انجولا، قلنا الجيل ده بيخلص وكتر خيره، وعمل جاب لنا بطولتين ورا بعض وما نحلمش باكتر من كده. ففوجئنا بتابلو بقياده طبعا المعلم حسن شحاته، كل التقدير والاحترام، واحد من اصحاب البصمات المهمه جدا في تاريخ الكره المصريه، ومش هخجل ان انا اقول ده على قناه النادي الاهلي، لانه الحقيقه نادي الزمالك قدم لنا قمم ليها كل التقدير والاحترام. ده 2008، نهايه 2008، مصر والكاميرون، زيدان وابو تريكه. الكاميرون اللي احنا كنا شايلناها اربعه، اعتقد دي مباراه ال لا دي مباراه الاربعه، دي مباراه 4-1 في الاول. زيدان طبعا بهدف عالمي، كانت مباراه برضو صعبه جدا، تقابل الكاميرون بنجوم باهم نجوم الكاميرون في الوقت ده بيلعبوا في اوروبا وبقياده مين؟ صامويل ايتو طبعا. ورغم كده المنتخب قدم عرض اكتر من رائع، واكتسحنا الكاميرون بنتيجه 4-1، وقابلناها تاني في النهائي وكسبنا منها البطوله. ورحنا 2010 انجولا تقريبا ما عندناش طموح كبير في البطوله، يعني الولاد حققوا بطولتين ورا بعض، لكن ثلاث مرات ما حصلتش، ثلاث مرات صعبه قوي، سيناريو ما فيش حد متفائل ممكن يكون متوقعه. لكن الرهان خطوه بخطوه لغايه لما وصلنا لمواجهه غانا في نهائي البطوله، والبطوله دي كانت بتتلعب في انجولا، فكونك تحقق ثلاث القاب ورا بعض كان حلم جميل جدا عاشه المصريين. حلم جميل عاشه المصريين. اتمنى ان شاء الله باذن الله انه احنا على وشك بدء النسخه الثامنه، يبقى المصريين ان شاء الله بيستعدوا لحلم جديد. بس الحلم ده مش يعني انك تحلم مش بس كفايه، ورا الحلم ده حاجات كتير جدا جدا للناس اللي مسافره كوت ديفوار والناس اللي هتتابع من هنا. المشوار الاخير لاخر بطوله اللي وصلنا فيها للنهايه قدام السنغال، شفت نفس الحاله او قربنا بشكل كبير جدا من نفس الحاله، حتى مع المصريين اللي هم قرروا في نص المشوار او بعد نص المشوار، رغم انه البدايه ما كانتش موفقه قوي، لكن بعد نص المشوار ابتدينا نشوف المصريين مهتمين جدا بالمنتخب وحريصين جدا على دعم منتخب مصر، وناس كتير جدا سافرت ل يعني السنغال عشان تشجع المنتخب المصري من الملعب. ووصلنا بالفعل النهائي بعد ما حسيت ان البطوله اللي فاتت دي هي عوده الروح للمنتخب المصري. عوده الروح لمنتخب مصر اللي عانى كتير جدا.